Excellencies, distinguished delegate, and participant, we shall now begin the interactive dialogue with the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. The list of speakers will close in 15 minutes. I now, with pleasure, give the floor to Mrs. Alice Jill Edwards to present her reports. You have the floor, dear madam. Thank you very much. Thank you very much, President. Distinguished delegates, I wanted to start by administrative and judicial practices and procedures to prevent and respond to torture and related ill treatment. I appreciate the constructive conversations. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم وكما ما زلتم تشاهدون، مندوب المغرب في جنيف في الأمم المتحدة يترأس مجلس حقوق الإنسان بالزي المغربي التقليدي. بطبيعة الحال هذه مسألة عادية جدا ومعتادة كذلك، التعريف بطبيعة الحال بالتقاليد والتاريخ ديال المغرب في اللباس وما إلى ذلك من هذه الأمور، مسألة عادية جدا. لكن المضحك في الموضوع متابعينا الكرام، وحسب ما وصلني من معلومات، على أن شي وحدين تقهروا لجوش أسباب. أولا، ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان وهم بالأمس القريب كانوا يحاولون بكل الطرق بشتى الطرق على أنهم يعرقلوا رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ولا الترشح ديال المغرب لنفس الموضوع، وبطبيعة الحال رأينا الفشل الذريع ديالهم. والسبب الثاني وهو أن مندوب المغرب أصر على أنه اليوم يكون حاضر، اليوم الجمعة يكون حاضر باللباس التقليدي المغربي. وهذه المسألة كما يعني توصلت بمعلومات تقول على أن الوفد ديال الحاضرات الجزائر ما بقاش قادر يبقى داخل القاعة، دخل وخرج، ما قدروش على أنهم يبقوا داخل القاعة لهذا السببين. الأول أن المغرب مترأس للجلسة والمجلس ديال حقوق الإنسان بأكمله في رئاسة المغرب العهدة دياله الآن، ثم كذلك الرئيس أو المندوب المغربي أصر على أنه يكون حاضر باللباس التقليدي المغربي، وانسحبوا أو هربوا من القاعة مثل الشياطين. زعما العقدة والمرض والهوس النفسي اللي عندهم من المغرب خلاتهم أنهم فقط إذا شافوا الزي التقليدي المغربي كيهربوا من القاعة، وما كيقدروش على أنهم يواجهوا المغرب ولا يواجهوا المندوبين ديال المغرب ولا السفراء ديال المغرب. وهذه المسألة بطبيعة الحال شفناها في العديد من المرات في أروقة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا مجلس حقوق الإنسان ولا باقي المؤسسات داخل الأمم المتحدة. فتحية خاصة للمندوب ديال المغرب في جنيف في مجلس حقوق الإنسان، ونعم المغرب هو الذي يترأس مجلس حقوق الإنسان، ولما عجبتوش هذه المسألة هذه طاح راسه مع الحيط بكل بساطة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.